إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. التوبة توبتان، توبة إنابة وتوبة استجابة. توبة الإنابة اللي هي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. توبة إنابة إنه راجع خايف مضطر. توبة الاستجابة توبة حياء اللي هي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عشان كده اللي منها بقى توبة سيدنا النبي. والناس تفضل تسأل، أنا كتير قلت لكم يا جماعة بلاش نسأل أسئلة ما نعرفش نجاوب عليها. يعني ايه يقول طب النبي كان بيتوب من ايه؟ ما تسألش. توبة عبادة، ليه توبة الحياء، ليه توبة الاستجابة. ربنا بيقول ايه؟ توبوا. اقول تبت تبت، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. في ناس بتتوب من غير ما تذنب، عبادة، التعبد بالتوبة. طبعا الناس دول مش زيي، اللي زيي بنتوب من الذنوب والمعاصي. اللهم توب علينا يا رب، اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم. بنتوب من ذنوبنا ومعاصينا وغفلتنا وخطايانا وأخطأنا وكبائرنا وصغائرنا وتعدينا، في بلاوي متلتلة بنتوب منها. فالتوبة تجيلك الأول بالإذن من السماء. كتير قلنا أن توبتك محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها وتوبة بعدها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. قل لي ألا، ما أنت كنت لسه بتقول إن أول خطوة منك، ما احنا بنقول إن الإذن ده مش هيجي برضو غير بخطوة منك. وسيدنا آدم لما أكل من الشجرة استحيا، فربنا من عليه بالتوبة، أذن له بالتوبة، استحيا جري. نفس الشيء، فأن يرى الله من قلبك أنك تريد،
يعطيك الإذن. اثنين التوفيق، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ما هي هو مدى حاجتك لأن يحبك الله؟ لأنه إذا أحبك وفقك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به، تبقى موفق. أصل احنا كل يوم بنتعرض لكم من الاختيارات، تختار ده ولا ده ولا ده ولا ده، محتاج ان ربنا يحبك عشان يوفقك انك تختار صح. لان المشكلة الكبيرة انك دايما يخيرك وتختار غلط، لانك ما بتشوفش، لانك مش موفق. مش موفق، لو موفق ترى بنور الله، وتسمع بتوفيق الله، وتمشي بإعانة الله، وتبطش بتسديد الله. هو ده لو. لكن مشكلتك الكبيرة ياما أعمال تقول يا مشكلة ان انا ما كنتش موفق المرة دي، ما كنتش موفق في الاختيار ده، ما كنتش موفق في التوقيت ده، ما كنتش موفق في طب ما تدور مش موفق ليه. انت هتفضل بس تقول لي لو ربنا وفقني كنت. عشان توفق محتاج حاجة واحدة بس، انه يحبك، انه يحبك. لو احبك بس خلاص. فاول حاجة اذن، اثنين توفيق، ان يوفقك انك تتوب صح. ما انت بتلاقي في ناس كافر ويسلم ويبقى صوفي، يسلم ويبقى علماني، يعني جارودي اللي هو الفرنساوي اللي اسلم وعملوا له هيصة في الاخر بقى ايه، علماني، ومات على كده. هي احسن من ما نعرفش، احسن من كافر ولا ما نعرفش حاله ايه، ده حاله عند ربنا. اسأل الله عز وجل ان يرحمه ان كان قد مات على التوحيد يا رب، ويغفر له ويعفو عنه. قد يعذر بجهله، وربك له في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها احد. الشاهد هنا ايه؟ توفيق، انك تتوب فيوفقك انك تتوبها صح، مش تتوب بمعصية. ما احيانا كده يجي يتوب يعكها اكتر. اذن، توفيق، ثلاثة هداية. اللهم اهد قلوبنا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. اهدنا مراتب، اهدنا عشر مراتب، عشر مراتب في اهدنا. ازاي تبقى نمرة واحد؟ ازاي يهديك الهداية الى ان الحق واحد لا يتعدد؟ الهداية لان ترى ما حول الحق باطلا، دي هداية. هداية انك انت ترى الباطل باطلا وتبغضه ولا تشتهيه ولا تريده. لان بعض الناس بيتوب زي ما كنت بقول لهم بارح، عين في الجنة وعين في النار. هو اي دي مصيبة كبيرة، او ما جاش النار، قال انا جاي وما جاش. ليه؟ لان اصل إيه زي ما قلنا في مراتب ولادة القلوب، قلب قد ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ. قد قطع مسافات وتخطى آفات، وبقيت عليه فلوات وعيوب وآفات. هو لسه بيروح ويجي، قول حذيفة
وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهم هو ملتزم ولسه بيبص للنسوان، ملتزم ولسه بيكذب، ملتزم ولسه بياكل حرام، ملتزم لا قادر يبطل الحرام ولا قادر يسيب الالتزام، لا قادر يبطل أفلام وأغاني ولا قادر يحلق دقنه ويبطل صلاة، ماشي في الاثنين. ده خطر عظيم، خطر كبير جدا. دايما نقول في فرق بين اللي داء واللي ما داءش. اللي ربنا دوقه حلاوة الأنس بيه وحلاوة القرب منه، في فرق بينه وبين المنخمس في الجهالة، ما داءش ولا شاف. فالمتلون ده، وده اللي انا قلت عليه كتير، ان اللي بيحاول يرضي جميع الاطراف، يعني بيحاول يرضي ربنا ويرضي شهواته ويرضي الناس ويرضي المجتمع ويرضي العلمانيين ويرضي الثوار ويرضي بيحاول يرضي كل حد، دول ايه؟ ربنا قال ايه؟ ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اللهم صل على النبي محمد وآله. هداية، اللهم اهدنا. إذن بعدين توفيق، ثلاثة هداية، أربعة إمداد. المهداد بقى، مدد يا رب، يا رب المدد، المدد بقى. والله العظيم يا شباب، أحوج ما تكون أن يمدك الله بمدد من عندي. مدد بقى، المدد ده قد يكون سكينة في قلبك، السكينة دي مدد، السكينة لها جند، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. مدد، إن ربنا ينزل في قلبك سكينة كده، سكينة يقين، سكينة رجاء، سكينة طمأنينة، سكينة خشوع، إن ربنا يديك مدد، شوية إخوة حواليك دول بيبقوا مدد. مدد يا رب، إن ربنا يعطيك قرشين حلال، إن ربنا يديك زوجة وأولاد، إن ربنا يديك سكن في حتة حلوة جنب مسجد طيب، إلى آخره. المدد يتنوع، وعلى قدر الاستعداد يأتي الإمداد. انت تنفع بقى تبقى محل للمدد، ان ربنا يمدك، ولا هي دي صلاحية المحل؟ امداد، امداد في التوبة، زي ما قلت لكم زمان كتير، انك انت تلاقي واحد قاعد في الميكروباص، قاعد جنبي واحد ولا اتنين نزلوا مع بعض بيتمشوا، فبيقول له ايه الاخبار، الدنيا عاملة ايه، انت شايف الدنيا راح على فين؟ قال له والله انا بفكر احلق لحيتي. قال له والله وانا كمان، ايه رأيك في حلقه، ادخل ادخل يلا. وواحد تاني يقول له انا بفكر احلق لحيتي، يقول له يا راجل اتق الله، ده احنا ده وقت الثبات، ده الدين النهاردة محتاجك انت وغيرك، نقول للناس يعفوا لحقكم مش يحلقوا لحقكم، ده كلام برضو، ده انا مفكر ان انت هتثبتني، تعالى في درس في اليوم الفلاني، تعالى في مكان في مكان الفلاني، تعالى نروح للشيخ الفلاني، تعالى نصلي ركعتين، تعالى نتصدق، تعالى خد الكتاب ده، خد
ده اسمه ايه؟ مدد. مدد يا رب. ثم بعد الأربعة الأولانية إذا حصل الإذن والتوفيق والهداية والإمداد يبقى أنت محتاج بعد الأربعة دول إيه؟ أربعة تانيين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما اهتدوا زادهم تقوى وكلما اتقوا زادهم هدى. هي كده قبول. اللهم تقبل. انت محتاج تقبل. تقبل. احنا كلنا واقفين على الباب يا ترى هيفتح لمين؟ محتاج تقبل. ومش اي حد يقبل. عشان كده كلمة سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا ابن مسعود لو اعلم ان الله قبل مني خطوة. سيدنا ابراهيم يبني البيت يرفع القواعد واسماعيل وينادي في الناس واسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وان يقول ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الشاهد ايه؟ اهم حاجة قضية القبول. ان تقبل. والله جل جلاله غني جل جلاله لا يحتاج الى احد. فلما يريد ان يشتري يشترط. احنا قلنا قبل كده لما تدخل السوق قد يشترط عليك السوق وقد تشترط انت على السوق. ان كان المبلغ الذي في جيبك محدودا فالسوق يشترط عليك، وان كنت مليئا غنيا فانت تشترط. واحد داخل يشتري تلك، معاك كم يا ابني؟ معايا 2000 جنيه. طيب دي نسبك اديال 8 مثلا يعني. طيب واحد تاني معاه دفتر شيكات، فبيقول له انت معاك كام؟ يقول له بس وريني احسن حاجة عندك. في حدود كام؟ احسن حاجة عندك. فاهم؟ بيتكلم بايه؟ بجيبه. فربك لله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم غني. فلما يشتري جل جلاله يشرط. عشان كده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 شروط حقه. غني يشترط. واللي ما فيش ما يلزمناش، ما ينفعش، لا يصلح. فلذلك أيها الإخوة الله جل جلاله لا يقبل من العباد إلا من كان على شرطه. عشان كده لما بنقول ففروا الى الله، ان تفر اليه على شرطه لا على شرطك. فبعض الناس داخل على ربنا وهو ايه؟ بيشرط على ربنا. انا هتوب بس يشفيني، انا هتوب بس يرزقني، انا هتوب بس يديني، انا هتوب بس لا. مثل هذا لا يقبل. وانما الذي يقبل من اتى بشرط الله في العبد. قبول الشرط معروفة، شروط التوبة ندم اقلاع، ندم عزم على عدم العودة، رد مظالم، علم، عمل صالح. 6 قبول إثابة. التواب كريم. كريم. لذلك
إذا تاب العبد فتاب الله عليه فإن الله يثيبه على التوبة. يا نهار أبيض، يعني أبقى غلطان وبعد رجعت للحق تقوم تديني ثواب رجوعي للحق؟ كريم كريم جل جلاله، إثابة. ومن أجمل إثابة التائب فرحة يجدها التائب في قلبه. الله يفرح بتوبة العبد فيفرح قلب التائب. إثابة ثم تثبيت. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. إذا حصل التوفيق إذا حصل الإذن والتوفيق والإمداد والهداية ثم القبول والإثابة، حصل ثبات. هي دي، إن هو لما تاب وقبل، قبل يعني عمل صالحا. شوف، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإنه يتوب متابا. متابا دي يقولوا عليها ايه؟ توكيد لفظي، يرجع رجوعا، يعود عودة. دي اللي اسمها تثبيت. تثبيت. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإدامة ان يدوم عليه الخير. فهو سبحانه المعد وهو الممد. العبد عبده والتوبة منه والقبول منه والإثابة منه والإعانة منه والتثبيت منه، ثم يعود العبد له وأن إلى ربك الرجعى. جل جلاله هو السبب، منه السبب وهو المسبب. أيها الإخوة، الله تعالى هو المتفرد بقبول توبة التائبين. التواب لا يغفر الذنوب إلا هو. قال الله في الحديث القدسي: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. يقول القرطبي: إذا ثبت هذا فاعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة في قلب أحد. إنك لا تهدي من أحببت، لأنه سبحانه هو المتفرد بخلق الأعمال، بخلق أفعال العباد. قل لا إله إلا الله. قال أبو بكر رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رجل رقيق القلب، أنا أحبه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له رسول الله: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الشاهد هنا إيه؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قل لا إله إلا الله. اثنين، جاء اسم الله التواب في القرآن مقترنا باسمه الرحيم وهو التواب الرحيم. ففي ذكر الرحيم بعد ذكر التوبة دليل على أن قبول التوبة من رحمته.
يعني تاب عليك على سبيل الترحم والتفضل. فهو سبحانه سبقت رحمته غضبه فيرحم عبده في حين غضبه. يعني والله الآية اللي بتأسرني دايما: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم، رغم انهم ظلمة بيغفر له، فيرحم عبده في حين غضبه، كما جعل هبوط آدم من الجنة سبب ارتفاعه وجعل بعده سبب قربه. سبحانه التواب الرحيم، ما أكرمه من رحيم وما أعظمه. الله جل جلاله رحيم، تواب رحيم، يعني واحد يرحمهم بعد التوبة فلا يعاقبهم بما كان قبل التوبة، رحيم جل جلاله. اثنين: أنه لا يخزل ولا يرد من جاء تائبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء الأرض. هو التواب الرحيم. ثلاثة: أنه يرحم عبده ويقبل توبته في حين غضبه، فهو التواب الرحيم. أربعة: أن قبوله لتوبة عبده تفضلا وهو مقتضى رحمته فهو التواب الرحيم. وقد يأتي اسم التواب مقترنا باسم الحكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله، حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم، لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم، ولفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلا، ورحمة منه بكم وتفضلا عليكم، فاشكروا نعمة الله وانتهوا. الإمام البغوي في التفسير قال إيه؟ الآية في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قال: جواب لولا محذوف، يعني لولا فضل الله علي الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ها لولا فضل كان حصل إيه؟ ربنا ما قالش. جواب لولا هنا إيه؟ مخفي، مش موجود، يعني لعاجلكم بالعقوبة، لعاجلكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة. قال الألوسي: جواب لولا محذوف لتهويله، حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط ببيانه. يعني لولا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، لا سبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته. فيتحصل من وأن الله تواب حكيم، واحد أن الله عز وجل لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة لحكم منها أنه يمهلهم الفرصة للتوبة. اثنين أنه تعالى لا يفضح أهل الذنوب ابتداء لحكم منها أن سترهم يكون عونا لهم على العودة والتوبة. ثلاثة أنه شرع من الحدود والكفارات ما يكفر به عن عباده الذنوب والسيئات، فمن حكمته أن عاجل بعقوبة أحيانا أهون من عذاب الآخرة. أربعة أن الله سمى نفسه توابا،
ليؤنس قلب التائب أنه معه، كما سمى نفسه المؤمن، ليكون بينه وبين عبده ود الإيمان والتوبة. ربنا اسمه المؤمن وانت مؤمن، واسمه التواب وانت، عشان تحس ان ربنا، تفهم معنى وان الله لمع المحسنين. هذه المعية مع المؤمنين مع الصابرين، هذه المعية لتستشعرها حتى في التسمية. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. اسم الله التواب اسم تسعد به قلوب العباد. شريطة أن يكون العبد توابا كثير التوبة، دائم التوبة. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتجبروا وترزقوا. أحبكم في الله.